الحكومة. رئيس الحكومة قال هنساوي ذي أنه اليوم مع شمة بترول في البلاد والاحتجاجات والفوسفات وغيره كذا سنعتمد قوة الدولة والأمر منتهي بالنسبة لرئيس الحكومة. ولكن الرد تقريبا ما بطاش نص ساعة وجينا الرد من الكامور. أنا تقرسني باسم الكامور يرد نسمع مليح. تجي أنت تقول لا سنستعمل القوة، القوة هيك بالله العضلات، العضلات بالله يفوتك منها، القوة رأي للشعب، وإحنا لا ندعو القوة، أما اللي خربشنا واللي يحب يعفسنا على رقبتنا هيك بساقة ما يقدها، إحنا رانا ما عملنا حد شيء، إحنا صبرنا على الدولة 4 سنوات، وأعطيناكم إحنا الحلول يا سيد المحترم، أما سيب لكم من لغة القوة، الفانا هيك ملك الشعب التونسي ماهيش ملكك سيد هشام الشيشي، واللي قال لك راهو أنا ورثت لك في تطاوين عبيد وقت اللي يعاصوا شوي برا هددهم قولهم راني بنعمل لكم نفعل لكم نقول لك يبطى شوية. أهالي تطاوين تطاوين رامد حضرين يطلبوا في حقوقهم يحبوا يعيشوا الرخلة والدخلة إلى أن تتحقق جميع مطالب أهالي وتطاوين. الرخلة والدخلة ومانيش عبيد والقوة جربتها قبل وما نجحتش. فما كلام آخر معناه لأنه الفيديو أطول من هذا فيها تقريبا 4 دقائق حكي بينسير على حقية المطالب نتاعه وحكي على أنه أهالي تطاوين مظلومين وأربع سنين هما يستناه والحكومات الكل تقريبا عربت بهم كما حبت. ولكن على هذه الطريقة كان رد الناطق الرسمي باسم التنسيقية الكامور والكلام موجه لرئيس الحكومة هشام المشيشي. رف ماجور قال أعداد تعليق على الكلام هذايا على الرد هذايا وشو مطالبة تعمل اليوم الحكومة بعد لحتى تروحها ظهرها للحيط خرج وقال انتهى الموضوع بقوة القانون توا باش ينفذوها. زيادة لمكي 10 للكلام اللي قاله الناطق الرسمي باسم تنسيقية الكامور. والله 10 يا راف خاطر سمعت الفيديو الراجل ما قالش احترام رئيس الحكومة قالوا كي توفي بوعودك توا نرجع نقول لك سيد رئيس الحكومة. توا الراجل هذايا 4 سنين وهما يعانيوا على الكامور، الكامور ما حل لهم شيء. وفوق هذا الكل شنو ذنبه هو بعد الوعود اللي اعطاها يوسف الشاد؟ هي منين الغلبه جت من يوسف الشاد كي اعطاه 80 مليار وقت مراد كان لاصق يوسف وتعرف الهرده من المشق هذاك تو يوسف هردها ب 80 مليار وجت في راس المشيشي جماعه كامور شي همهم يقول لك اعطيتونا وعد 4 سنين عملنا شي حاجه تو مسكرين الفان. الخطاب هذا عادي سكروا الفان عادي يا خويا اذا ميت. انا 4 سنين حشيك ننبح نعاود نقول كلمة وحد ما وسامعني الشيخ قداش نقعد 9 سنين مالا توا غدو علاش ما يخرجوش ولادنا واهالينا في حي التضامن اللي هو واحد من افقر الاحياء في تونس يخرجوا يسكروا مثلا الجنراتور نتاع الضوء في البلاد لانه ما سنوات هما يستناو من وقت بورقيبه ولا سيلويت قمح في بيجا وفي ولا كيف ولا في بيجا يسكرونا العشاء علاش ما تعملوش مطالب نتاعهم معناتها يموتوا يقعدوا يماتوا ويسكتوا ما يموتوش ليه ولكن لا ما تعجز الدولة وعلى الاقل انت بكل نهار تسكير دفانا قاعدة تساهم في اطالة مدة العجز نتاع الدولة لانه مليارات مش قاعدة تدخل للدولة هي الدولة بك المليارات هذيك وعاجزة فما بالك لما تحرمها من المليارات. ليس دفاعا عن الحكومة ولكن قد نشرع لدولة الفوضى بالخطاب هذايا رغم أنه نجم يكون عنده حق في المطالب نتاعه. سونيا سنين 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 عطيت كمام سنين على خاطر على أحقية المطالب اللي حتى حد ما يتناقش فيهم. لكن السيد النطق الرسمي بتاع تنسيقية الكامور قال كلمة صحيحة على الأخر قال الفانا ملك التوانسة مش ملك السيد رئيس الحكومة هي ملك التوانسة مش ملك ملكك انت وجماعتك راهي ملك التوانسة الكل وأنت وجماعتك قاعدين تحرموا في التوانسة الكل من المداخيل اللي هما عندهم حق فيها الناس الكل مش متاعك ماهيش ملك خاص لتطاوين كما قلت أنت ما لا يولي كل واحد عنده ثروة من الثروات يحط عليها يده ويقول آية تعطيوني ولا راني نحرم التوانسة الكل من عائدات هذه الثروات. به المنطق الخطاب راهو في العالم الكل تلقاه ماكرون يتقال له أكثر من هذا مليون مرة لكن ماكرون عنده قوة الدولة بالحق. هل أنه السيد رئيس الحكومة بالكلام اللي قاله اليوم اللي كنت نقول فيه قبيلة قادر أنه يواجه مثل هذا الخطاب قالوا أنت سايب عليك قالوا سايب عليك يعني خاطب في رئيس الحكومة وقالوا سايب عليك تحمس في رئيس الحكومة قالوا سايب عليك أي قالوا سايب عليك سايب عليك وبرا ألعب بعيد راك ما تنجمناش قال لك راك ما تقديش
بلغه الجنوب راك ما تقديش. ورينا سيد رئيس الحكومه تقدها ولا ما تقديش. كان قادر كانك تقدها يا مرحبا، كانك ما تقديش كان من الاحسن ومن الاجدر انك ما تقولهاش. مراد مي جوست خبر عاجل كيف ما يقولوا، دونك يبدو ان ترامب هز فلوريدا، في فلوريدا دونك اي سي طلعت من قبيله هز فلوريدا دونك تقعد تشوف. هو للتذكير تم امضاء اتفاق نهار 26 اكتوبر. الاتفاق هذا على العموم كان ايجابي بالنسبه للتنسيقيه في وقت من الاوقات، من بعد تراجعوا على رايهم يبدو. صحيح راهو انه فما حاجات مشروعه وقت الدوله بوقت يوسف الشاهد في 2017 تمضي حاجات واضحه وتتعهد انه باش تعطي 80 مليار لولايه تطاوين، واني مده 3 سنين ما تأدي ما 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 توفيش بالوعد نتاعها وما تطبقش. التنسيقيه في هذا عنده الحق. بقى فما حاجتين، فما اولا سيب الفانا ما تنجمش الدولة تقبل التهديد وتقبل الشانتاج، هذا دليل على دولة ضعيفة. الدولة ما تنجمش تتفاوض تحت الإرهاب لأنه هذا نوع من الإرهاب. وكنت باش نقول نفس الكلام اللي قالته سوني، هاي سيدي باش نشدك بكلامك نوصلوا سارق الباب الدار. أنت قلت ملك الشعب التونسي، ماهيش ملك تنسيقية الكامور، ملك الشعب التونسي. برا أعمل خويا سيتين ولا أعمل اعتصام قدام المنطقة هذيك وحتى حد ما يكلمك والتوانسة يمشيوا معاك، برا يجي اعمل اعتصام يومي قدام وزارة الطاقة، قدام رئاسة الحكومة، قدام رئاسة الجمهورية، الشعب التونسي يمشي معاك، إجا فسر لنا. لكن أنك اليوم أنت محتجز ثروة طبيعية ملك للتوانسة الكل، قال شنو الدولة ما تبقتش التعهدات نتاعها، فإنك هنا في وضعية إجرامية، ما فماش كلمة أخرى. هناك تخاذل كبير من الدولة ومن رئيس الجمهورية لأنه عنده الإمكانية بأمر رئاسي كان موجود من 2017 ولا 2018 مع الباجي قايد سبسي اللي جعلها منطقة عسكرية باش حتى حد ما ينجم يمثل الفلان. رئيس الجمهورية الوضعية هذه لها شهرين ما عمل حد شيء، والسيد هذا في بلاد تحترم نفسها نورمالمون يبات يبحث. علاش يبحث؟ لو ما حقوش ما طالب نتاعو يا مراد، لو بالملقوة يا خويا. لا سامحني، هذا تهديد. انت شاكر في الحياة يا اخي توانسة، يا اخي توانسة الكل ما عندهمش مطالب نتاعهم يهدوا رئيس الحكومة. معناها انا يا خويا مئات نجي نسكر، نجي نسكر الميكرو. ما حبيناش نعملوها انا وبرهان، وكان قلعنا الميكروات وهاربين وانت تجي ورانا. مشروعية المطالب يا اخي سامحني، برهان البارح ما كانش بالاضرابات. مشروعية المطالب قد لا تناقش 99% صحيحة عندهم الحق، والناس فرقدت في الولايات الكل. مش الدولة ما سمعتش يعملوا، ولكن ما تنجمش الدولة عادت تسكر الدولة حاجة. تسكر الفانا باش تناقش مع الدولة، ما تنجمش. قاعدين نخسروا في مليارات، واليوم عندنا 20 ولاية تحت الصفر، غدا باش يوليو 22 لأنه بقل مداخيل قاعدة تدخل للدولة. اليوم هشام المشاجي حاطيت روحك تحدي، ما طلبوا منك حتى حد، خرجت استعرضت عضلاتك وقلت سنفتح الفانا بالقانون وقوة الدولة. اليوم يا تفتح الفانا يا تفتح باب الحكومة وتغادر، لأنه ما عندكش منفذ اخر اليوم كرئيس حكومه. صحيح. بعد لا تعطي الكلام هذاك باش تخبل انك تقعد الفانا مسكره 24 و48 و72 ساعه. قلوبنا مع اهالينا في تتاوين، ولكن قلوبنا على الدوله، وقاعدين نشرقوا قاعدين نشرعوا الحاجات اخرى، انه كل واحد يملك حاجه في ولايه باش يولي يسكرها. غدوه كي باجا يمشي يسكر لك، وكي برزرت يمشي يسكر لك، ونعرف شنو يمشي يسكر لك، ما عادش تنجم تقول له حتى شيء. اكهو عملت في تتاوين وقبلت تفاوضهم تحت الضغط، لازم تقبل القمح ما يهبطش من باجه وانت تحت الضغط، واحنا ماشيين هكاك اللي تولي كل ولايه على روحها إمارة. وتنفصل تولي عندنا 24 اماره، ما عادش 24 يا ليتهم الامارات غنيه على الاقل. امريكا اماره مش تاع الامارات، كي تقول ولايه كاليفورنيا، كاليفورنيا اغنى من تونس. كلام نعرف مش باش يعجب، ناكلوا في برشا سب على الصباح، ولكن مش معقول هالسياسه الضغط اللي قاعدين ماشيين فيها. انت اليوم عندك على الاعناق في الكامور، على الاعناق شفت لكم هوني اللي فاهم التنسيقيه. انا تو سيد انا شفت لك التنسيقيه هوني. يلا نمشيو للاخبار، اخبار الطرقات وتسويت مع صديقتنا.